عليها كم هي جميلة. لأجل هذه المناسبة. مرحبا يا جميلة. إنها طراز 1929 مع هيكل النحاسي. إنها فائقة الجمال. من يصل إلى مقعد السائق يقود. جميل. ما هذه النظرة؟ أخرج. أخرج. أريد القيادة. لم أقود واحدة مشابهة. إلى الخلف. حسنا. سأجلس في الخلف. جاهز؟ وخذني في جولة. هيا بنا لننطلق. حسنا. هذا لطيف. إنه حريري. أيها المتذمر، إنها أنيقة في الخلف وفي المقدمة أيضا. ماذا لديك هناك؟ لدي مقعد من الجلد، مقعد جلدي لطيف. تمهل، لدي واحد. نعم. لماذا تجلس على هذا القماش المشابه للسروال؟ لأن هذه المقاعد أصبحت الآن نظيفة، وأنت تعلم أن ثيابي تتسخ عادة عندما أقوم بعمليات الإصلاح. و ثم لهذا سيتسخ القماش الذي تتحدث عنه. لكن هل أنا مدير؟ نعم اليوم. رائع، استمتع بالأمر. هل هذه سيارتي؟ سيارتك. نعم. هل سأتمكن من قيادتها أم لا؟ حسنا، ربما تتمكن من قيادتها. سيدي. عذرا سيدي. حسنا، ولكن لن تقودها عادة، في المرجح أكثر أنك سوف تترك